بليز بابا قادر بابا قادر تجرحني بابا قادر حتى نو نو كذبين كذبين مروان بليز خلص وجدي لا عاد جد بابا اتحقق بليز دلك شيء مروان السرب كنت مركز خليني لك شيء خليني لك شيء بتعرف بابا قادر تحبل يا انا يا العاربه تبعيتك بحياتك ما فينا نكون تنيتنا بليز يا قطيعه ومصر عليها ايه لحظه خليك معي بليز شهن كايه شايف مش معقول ترى لك قل له اذا انت بده يتركك انا رح اترك فيليب في أزاك ولا هلا أوكي مروان بدلك شيء تعرف شو قال لي بجدي هلا إذا تركتك أنا هو رح يترك فيلي إيه وأنا أتكلمت إيه لا لا مش عبادتك بتفهمني غلط بتعرف قديش بس لقلك شيء بتعرف شو أنا بتعرف شغلي مروان أنا من زمان لو كنت عارفك باي كنت قلت لك باي واو لا بابا فيني تحبل يا انا مروان خلص حل عندي حلقاني بابا قطع حياتك بكرهك جيتيتي كرهو تيتيتي تيتي نانا بيبي اح وبيبي لا وبيبي نهار يلا يلا لا 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 شو عم تعملوا عندي بالشغل؟ هاي سباك سباك كيفك؟ سباك انشعت كل شباب حلوة هون بالبكة ايه شباب يا ايه بدي قرنين اللي تحت بياخذوا العقل بدي اقول لك شيء مش الا بدي اقول لك شيء الا الا عشان بقول لك شيء اتشتير عرفنا هون انه انتوا عم تشتغلوا هون عم بالوزاره عندكم بنحن بدنا فينا مجال نعمل نتقدم عندكم عم بالوزاره لا شو بيقولوا لنا جوازتي شو عن جد اتشتير نعم شوفه لك يا عقرب مش عم تحطي على جسمك هيك مش هون عم تشكلوا الحكومه انت عم تشتغل بالسرايا الكبير ايه مزبوط وما تجلسوني طيب ايه شو بدكم؟ بدنا نعمل؟ بدنا فينا نعمل وزير وزراء انتو بكون تعملوا وزارة هلا؟ ايه شو لقصدك؟ باردون شو لقصنا؟ وزارة شو اسمها هلا بتكون؟ بدنا نعمل وزير الشباب والرياضة ايه وزارة الشباب والرياضة في مجال اخذها رحلة هيدي حقيبة؟ اكيد لا يعني معقول شو فيها؟ ليه ما تكون وزارة الرياضة؟ وزارة الشباب بليز لو وزارة الشباب بليز قال لك شيء اتفقنا انا وماجدي انه اذا اخذنا نحن وزارة الشباب والرياضة بنهتم انا بهتم بالشباب وهو بيهتم بالرياضة لا انا باخذ وزارة الشباب وانت بتاخذ الرياضة لا اسكتي ما اتفقنا انه انا باخذ الشباب مش مزبوط سوري طب نعرف عليها اني ميني سينيور اني ميني سينيور اني ميني سينيور تروباليدا بلولا خلص بلولا شو؟ عارفيني انا الشباب وما بدي غيادة عارفيني انا بشاب من الشباب خليهم ياخذوا كل الوزارات هن في مجال؟ ما فيكم وما تجلسوني بس بلا حركاتكم لا مش بلا حركات خلص هيني عندك لهون حاقتين على بلا هلا مش حطوني الي كمان معقول راسكم؟ خلص ما تخانقوا معقول عم تخانقوا الشباب والرياضة ومدري شو؟ ما تقدري فيه زيني عنا انا رفيقتكم شو بكم؟ بتتفقي معه شفتي بول مداري شفتي الان شان حط عينه علي بس انا بدي اغرق انا فرشي لحالها بليز بليز مروان بليز عم يسمع عليه طيب عم يسمع عليه حبيبي بقول له شو بدك فيه تركه في غيره وي احلى لا 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 يلا تيتسي ليه هيك انت كمان زعلانة ما كله هيك الجو كله هيك زعلان مين عم بغصه ليش رح يبكي قال له الاول لرفيقه هو وعم يبلع ريقه وضعي صاير شي تعبير واحوالي عم بيضيقوا قال له التاني للاول سيسرني عندي اشغال الزمن الاول تحول وتعبنا من الايد والقال بدك تبقى مش مسرور وعم تنعي دايما مقهور انا والله مش من هالدعي كل شي مو حوالي ياي قلك ليش تحكيلي هيك وبحبك ببيت الياي انا دايما في عندي الحل لانه شوف لا يمل